أما بعد والموقف شعورة وإحساس يا العزوة اللي قولكم تعتمونه بني عمر الوضع مرحب وحساس الوضع واضح والخبر تفهمونه الشعر منكم يكتسب روحي وفاس من الثريا والجدي ترفعونه شعركم أقبل بالأمل سلام من شيخا وقوما هوله ما يدرق في حزة المقافي يحزم حزام لنا يصف الصافي وصعب اللي جات المحلوله وإحنا لحاف اللي بدون الحافي ميقافنا وقت الطلب يا كافي نحصل على الناموس في أول جولة يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 اللي زبنا نحتزم من حوله وإحنا لحاف اللي بدون الحافي ميقافنا وقت الطلب يا كافي نحصل على الناموس في أول جولة يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا نحصل على مساكم الله بالخير يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا مرحبا وافخر بقوم من قامت بني عمر عز وفخر بكمالها ميقافها صم الصفا زلزالها يوم الضعف في المكان الصامت يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا مرحبا وافخر بقوم قامت بني عمر عز وفخر بكمالها ميقافها صم الصفا زلزالها
يوم الضعاف في المكان الصامت. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا صامت. وانا مع صقور السما اللي حامت وإن قالها الله جيتكم فولها، الثانية والثالثة مقبلها ما دام ربعي في الشهامة دامت. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما دام ربعي في الشهامة قامت. وانا مع صقور السما اللي حامت وإن قالها الله جيتكم فولها، الثانية والثالثة مقبلها ما دام ربعي في الشهامة دامت. الله يحييكم. حياكم الله. يا مرحبا. حياكم الله. يا مرحبا. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالرضا. الشيخ جابر بن حاسن العمري السفياني وقبيلته قبيلة آل تميم جايين مشاركين ومباركين لشاعر المعنى في هذه المناسبة عبد الغني عمر السفياني، ومعنا مبلغ من المال ومقداره 15,000 ريال، إن كان قليل فاعذرونا وإن كان كثير فتستاهلونه وهو يستاهل أكثر من كذا. الله يبيض وجهكم، ما قصرتم. حياكم الله. الله يبيض وجهكم. بيض الله وجهكم. يا مرحبا. الله يحييكم. الله يحييكم. تفضلوا. حياك الله يا شيخ جابر. يا مرحبا. خليه يجلس. خليه يجلس. خليه. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. سلام يا اللي جابنا عزامه عبد الغني في مقفه شرفنا، وإحنا حضرنا والعرب تعرفنا ما ندرك في الوقفة اللزامة. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما ندرك في الوقفة اللزامة. سلام يا اللي جابنا عزامه عبد الغني في مقفه شرفنا، وإحنا حضرنا والعرب تعرفنا ما ندرك في الوقفة اللزامة. ربعي في كل علومها زعامة ويسد في كل العلوم أطرافنا، وابن محمد شيخنا وعرفنا وإحنا عصاه وعزوته وحزامه. ويسد في كل العلوم أطرافنا
وابن محمد شيخنا وعرفنا واحنا عصاه وعزوته وحزامه. يا مرحبا يا ربعنا اللي جونا على حسب العزيمه قدر لنا حشمه وقيمه. يا مرحبا رحب واهلي يا لا 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 يا مرحبا يا ربعنا اللي جونا على حسب العزيمة قدر لنا حشمة وقيمة. يا مرحبا رحب واهلي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا مرحبا يا ربعنا اللي جونا على حسب العزيمة قدر لنا حشمة وقيمة. يا مرحبا رحب واهلي يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا مرحبا رحب واهلي ترحيبا هم لن يهلي سلام بعد سلاه وديمة رحمة من المولى عظيمة وعداد ما صلى المصلي يا لا لا يا لا هم لن يهلي سلام بعد سلاه وديمة لا 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 ترحيبهم ما لن يهلي سلام بعد سلاه وديمة رحمة من المولى عظيمة وعداد ما صلى المصلي. الله يبقيكم. جينا ومعنا 27,000 مبلغ رمزي، الله يجعله توفيق ويوفقك ويرزقك في المراحل القادمة السيف إن شاء الله يا أبو فارس. الله يبارك. اقرب اقرب. الله يبيض وجهكم بيض الله وجهكم. 27,000 27,000 الله يحييكم ويبيض وجهكم. يا مرحبا هم يزيدون يقولون جينا عبد الغني نبارك له في حفلته ومعنا 8,600 ريال من عند الجمعة الخامسة، وانا اقول مبروك بحفلتك الله يوفقك. مساكم الله بالخير. معنا 20,000 من اهل المساعد خاصه. يا عبد الغني الله يمسك بالخير. من اهل الدخيل وعمر ولد عمار وعويمر اخوه 8,500. مساكم الله بالخير جميع. حمود بن عبد الله الشاعر وابوه عبد الله بن حمود معنا مبلغ من المال، ونتعذر عن ما حضر معنا احد لظروفنا، وانه والله معزومين وتقدير العبد الغني وسلامتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا شباب اهل محمد، خامس اهل محمد وجماعته، في منهم غايب وظروفه جات معنا، احنا مهنين ومباركين ومشاركين في دعم شاعر المعنى عبد الغني ابن عمر العمر السفياني، والله انه وجه غانم ويشرف وموضوع علمه زين. 13,000 ريال ان هي قليله، فالغلاء والمحبه بيننا تغلي تكثرها، وان هي كثيره فانتم تستاهلون. هذا من زميلنا حسان عبد الرازق السفياني، مرسلوا معي هو في المدينة محمد. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ فهد بن حمود شيخ قبيلة العايش من بني سفيان وجماعته، نعم ما عليكم زود،
جينا لدعواكم ومعنا مشاركة. يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 سلام يا للمعرفة يلي تحلون الصعاب من هاجس ما صكت أبوابه وجاب مقولة سلام يا للمعرفة يلي تحلون الصعاب من هاجس ما صكت أبوابه وجاب مقولة جينا لدعوتكم ولا نحسب على الطيب حساب ما نحسب حساب السوابق والسنين الأولى حنا أهل النخوة وروس المجد والحصن المهاب ذروة سنام العز والعليا لنا عشق ولا يفداكم الغالي ولو تحمل خواطرنا عتاب ناس انت بالفتنة لبني المجد غير مخولة يفداكم الغالي ولو تحمل خواطرنا عتاب ناس انت بالفتنة لبني المجد غير مخولة حياكم الله يا مرحبا يا لا 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 ولا يا لا لا يا لالي يا لا 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 ولا يا لا لا يا لالي يا لا 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 يا لا لا يا لالي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا أصحابنا حنا في خير وأمنا من فضل رب معتلي سبحانه وفي عهد عبد الله الملك واخوانه والله من اصحاب الفتن يمنعنا لا 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 حنا بخير وامنا يا أصحابنا حنا في خير وأمنا من فضل رب معتلي سبحانه في حكم عبد الله الملك وإخوانه والله من أصحاب الفتن سلمنا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا السمع والطاعة لهم تلزمنا ونحارب اللي مخلفه شيطانه واللي معه من زمرته وعوانه برواحنا نفدي الوطن وبدمنا يا لا 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 يا 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 لا لا
السمع والطاعة لهم تلزمنا، ونحارب اللي مخلفه شيطانه واللي معه من زمريته وعوانه، نحمي الوطن برواحنا وبدمنا. يا لالي يا لالي لا 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 لا، يا لالي يا لالي لا 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 لا، يا لالي يا لالي لا 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 لا، يا لالي يا لالي لا 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 لا. بحسب الواجب ما نعترف بالهينة والهزلة، من طبعنا ما نعطي إلا الجزلة، ولا عن الواجب حجبنا حاجب. جينا على الموعد بحسب الواجب ما نعترف بالهينة والهزلة، من طبعنا ما نعطي إلا الجزلة، ولا عن الواجب حجبنا حاجب. اللي حضر منا يسد الغايب، جينا مثل نوان تناثر وبله، خيرا تقفله وخيرا قبله، صايب من المنشا وخيره صايب. اللي حضر منا يسد الغايب، جينا مثل نوان تناثر وبله، خيرا تقفله وخيرا قبله، صايب من المنشا وخيره صايب. الله يحييكم يا مرحبا. الله يبقيكم معة العاش. الله يحييكم اقلطوا. الله يبقيكم. اقلطوا يا مرحبا. الله يحييكم. اقلطوا يا مرحبا. عبد الغني حياكم الله. يا مرحبا. مساكم الله بالخير جميعا مشايخ قبيلة بني عمر وأفراد وأعيان، نبارك لكم هذا الحفل وهذا النجاح الباهر، وانتم أهل الأول ولا هو مستغرب عليكم الطيب. جينا مشاركة ومباركة لأخونا عبد الغني بن عمر العمري السفياني بمبلغ مالي مني أنا الشاعر ياسر عبد الله المنصوري ما عليكم زود، وعمي عويمر بن فاضل المنصوري السفياني. فليتفضل ابو فارس يستلم الوجوب. ونعم ونعم الله يحييك. يا مرحبا يا مرحبا الله يحييك. يا مرحبا حياكم الله. حياكم الله يا مرحبا. حياكم الله يا مرحبا. سلام الله عليكم. سلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. الله يمسيكم بالنور. قبيلة آل خالد من هذيل عوانيكم جايينكم مشاركين ومباركين وداعمين للشاعر عبد الغني السفياني. يا مرحبا حياكم الله. بمبلغ وقدره 20,000 ريال. والدعم مستمر، إن كانت كثيرة فتستاهلونها، وإن كانت قليلة فيوفيها طيبكم. والدعم مستمر. حياكم الله. حيا الله طيبكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالنور. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا 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 لا لا لا
سلام للشجعان مبدأ، سلام لسفيان طبقة، جبل عسيرا جبل عسير ما فيها مرقة، جبل عسيرا ما يهدأ. سلام للشجعان مبدأ، سلام للسفيان طبقة، جبل عسير ما فيها مرقة، جبل عسيرا ما يهدأ. وإذا لحد القوم حده من شام واليمن وشرقه، وتحرق الأخصام حرقة في حدودها ما حتى عدى. وإذا لحد القوم حدى من شام واليمن وشرقه، وتحرق الأخصام حرقة في حدودها ما حتى عدى. يا ليه لا يا لا ليه لا لا علي، يا ليه لا يا لا ليه لا لا علي، يا ليه لا يا لا ليه لا لا علي، يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا ليه لا 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 يا لا لا يا لا ليه لا 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 يا لا لا يا مرحبا يا نار حية، يا هذيلة يا قوم العوايد، وعم وخصال خالد من حقكم واجب علي. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا يا مرحبا يا نار حية، يا هذيلة يا قوم العوايد، وعم وخصال خالد من حقكم واجب علي. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 من حقكم واجب علي. في حفلة سفيان الحمية قوم اللي يا جيت الشدايد، لطامة الخصم المعاند يوم الفتن والعنصرية. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يوم الفتن والعنصرية. في حفل سفيان الحمية قوم اللي يا جات الشدايد، لطامة الخصم المعاند يوم الفتن والعنصرية. يا لالي يا لالي لا لا يا لا لا يا لالي يا لالي لا لا يا لا لا يا لالي يا لالي لا 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 يا لالي يا لالي لا لا يا لا لا سلام يا صوت سمعت رجافه، داعي ثقيف وجيته اسعى جهدي، واحنا على طيب المبادي نبدي، وهذيلة في ميقافكم وقافه. سلام يا صوت سمعت رجافه، داعي ثقيف وجيته اسعى جهدي، واحنا على طيب المبادي نبدي، وهذيلة في ميقافكم وقافه.
كلن على قيسه يمد الحافه، واليوم عندك بعد بكره عندي، والبنك يودع بالداع النقدي، اداع من صرافه في صرافه. كلن على قيسه يمد الحافه، واليوم عندك بعد بكره عندي، والبنك يودع بالداع النقدي، وداع من صرافه في صرافه. حياكم الله، يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله، تفضلوا اقلطوا، حياكم الله يا هذيل، الله يبقيكم ويغليكم. حياكم الله، يا مرحبا. الله يمسيكم بالخير. أنا الشاعر عبد الكريم السويعدي، وعندي هدية رمزية عبارة عن مبلغ مالي لأخوي الشاعر عبد الغني، ويستاهل. وأقول له ألف ألف مبروك، وإن شاء الله بإذن الله فالك التوفيق وتنومسنا وتشرفنا. حياكم الله، يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وحياكم الله. الله يبقيكم. ويا مرحبا يا جماعتنا يا بني عمر، الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالنور. الشيخ مسلم بن سليم الحرجلي وجماعته، والنعم جوكم داعمين ومهنئين معنويا وماديا. عندنا حصل عندنا وفاة، الوجوب تلزمنا، وأنتم منا وفينا. معنا مبلغ قدره 10,000 ريال، إن زايد تستاهلونه، والناقص وجوهكم وجوه الحاضرين تكملوا. حياكم الله وحيا الله ما جبتم ولا ما جلوا فاعلوا من طيب ولا طيب أيامكم، وحياكم الله أنتم والسامعين. أحمد، السلام عليكم جميع، صلوا على النبي. حياكم الله. قولوا لا إله إلا الله. اليوم يا الله يزين أعمالنا وأعمالكم فوق الأرض. الله يحييك. الأرض ويوم العرض. الله يحييك. حياكم الله. أتقدم أخوياي، لاني بكبر منهم ولاني بطلق منهم، ولكن الكلام ما هو إلا خدمة، ما هم مشيخة، أكفيهم في الكلام وهم يكفوني في الفعل. كفوا، نعم. قولوا لا إله إلا الله. حياكم الله. الله يجمعنا وإياكم على رضاه، الله يجنبنا غيظه وزراه، نبينا محمد نصلي عليه ونسلم. أخوياك يا أبو فارس من نجران، حياكم الله. الله يبقيكم. من يام ومن بني شهر ومن بالحارث ومن شهران، ونعم فيكم، جايينكم مسلمين ومشاركين معنويا وماديا في مبلغ نرجو المعذرة عليه 20,000 ريال. وافين وافين. الله حييكم. تشوفونه والغايب اسمه في الورقة، ونعتذر عن قلة الحضور لظروف بعض الزملاء من مرابطة، وأنت ما يخفاكم ظروف العسكر. حياكم الله. وفيها زايد عفاكم جميع. الله يحييكم، جيدكم تكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أمسك بالنور. أتينا مشاركين ومباركين من ملتقى شباب بني سفيان، المشرف أحمد السويعدي وأخويا، معنا مبلغ مالي 16,500 ريال لخوينا عبد الغني. كفو وموفق إن شاء الله. حياكم الله وحيا الله ما جبتم، يا مرحبا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا سلام.
واحنا اهل المقف سوا ورجاله ولينا وخل الحمل يشتعله واللي يدور للعلا ما يندم سلام رده والمواقف تلزم واحنا هل المقف سوا ورجاله والنعم ولينا وخل الحمل يشتاله ولي يدور للعلا ما يندم حياكم عسى السعد والخير دايم فاله والصقر دايم معتلي من زاله يعلم بها اللي غافل ما يعلم عسى السعد والخير دايم فاله والصقر دايم معتلي من زاله يعلم بها اللي غافل ما يعلم يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا اللي تعرف الصايبه والقادي توفي مع الوافي على الميعادي والطيب والمعروف من عادتها يا لا لا 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 يا مرحبا والقوم من قادتها اللي تعرف الصايبه والقادي توفي مع الوافي على الميعادي والطيب والمعروف من عادتها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا توفي مع الوافي يا لا 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 يا لا يا مرحبا والقوم من قادتها اللي تعرف الصايبه والقادي توفي مع الوافي على الميعادي والطيب والمعروف من عادتها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا والطيب والمعروف من عادتها تاخذ قرار العلم من فكرتها ما تستشير الماكر النقادي اللي يذيع اخبارها في الرادي ويقول انا اللي جبت لك فكرتها يا لا 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 يا لا لا تاخذ قرار العلم من فكرتها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا تاخذ قرار العلم من فكرتها
تأخذ قرار العلم من حكمتها ما تستشير الماكر النقادي اللي يذيع أخبارها في الرادي ويقول أنا اللي جبت لك فكرتها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا سلام تسليما يا خص ويا جمع يا عمكم وخص منكم شاعر عبد الغني راع الكلام الشاعر اربعنا وقت اللقا ما ترجع يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا سلامة تسليما يا خص ويا جمع يا عمكم وخص منكم شاعر عبد الغني راع الكلام الشاعر وربوعنا وقت اللقا ما ترجع يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا العدة يعرف من قراح المنبع والغيب ما يحكم بحكم الظاهر والحظ ما هو في المواقف ما ماهر كثر الحسايف كثر الحسايف اللقا ما تنفع يا لا 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 يا لا 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 يا لا لي يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا مرحبا يا اللي سامعين أقوالك ترحيبة السلطان ما حولها والوافية والطيبة فولها كيف انت يا عايد وكيف احوالك يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا كيف انت يا عايد وكيف احوالك يا مرحبا يا اللي سمع ترحيبة السلطانة ما حولها والوافية والطيبة فولها كيف انت يا عيد وكيف احوالك يا لا لا يا لا لا ولا يا لا لا يا لا لا يا لا لا ويا لا 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 يا لا لا يا لا لا ويا لا 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 كيف انت يا كم نتصل مرة علي جوالك ما تنشد الأصحاب عن صاحبها مدري الزمن من قوته غالبها مدري انت في هذا الزمن من حالك يا لا لا يا لا لا ويا لا 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 يا لا لا يا لا لا ويا لا 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 يا لا لا يا لا لا ويا لا 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 مدري انت في هذا الزمن من حالك كم نتصل مره على جوالك ما تنشد الاصحاب عن صاحبها
مدر الزمان من قوته غالبها، مدر انت في هذا الزمان من حالك. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا الربعة اللي نراها شباب بني عمر لابه يا نعم اللابه عبودنا لا ينهدم ابناكم. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا الربعة اللي ناركم شبابة بني عمر لابه يا نعم اللابه عضودنا لا ينهدم ابناكم. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا حسب الأخوة بيننا جئناكم حسب الأخوة بيننا جئناكم ما فيه تحويله ولا مجنابه وإحنا جبل الرأس قوي طنابه واللي تمنى قوله ما يمداكم. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا واللي تمنى قول ما يمداكم. حسب الأخوة بيننا جيناكم ما فيه تحويله ولا مجنابه واحنا جبل راس قوي طنابه واللي تمنى قوله ما يمداكم. حياكم الله يا مرحبا. الله يبقيكم. حياكم الله ويغليكم يا ربعنا ودفاء جنبنا. حياكم الله. الله يبيض وجيهكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أشرف السلام. أيها الحفل الكريم، أهلاً وسهلاً في هذه الليلة التي نسعد فيها جميعاً بتشريفكم ويزيد أنسنا بحضوركم. أهلاً وسهلاً بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني، هذه القوافي أتتني تنتشي فرحاً، هذه القوافي أتتني تنتشي فرحاً وحدثتني حديثاً دون عنواني. وبالضيوف هلاً أهلاً نرددها ما غرد الطير يشدو فوق أغصاني. مشائخ قبيلة بني سفيان من ثقيف، ضيوفنا من كل القبائل، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، باسم مشائخ قبيلة بني عمر من بني سفيان، الشيخ عبد الله بن جميل العمري السفياني، والشيخ جابر بن حاسن العمري السفياني، والشيخ عبد الله بن محمد العمري السفياني، نرحب بكم أجمل ترحيب ونقول حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً
ويا مرحبا هيل عداد السيل، وسعادتنا لا توصف بمقدمكم في هذه الليلة التي نحتفل فيها جميعاً بشاعرنا الذي يشارك في برنامج شاعر المعنى في النسخة الرابعة، الشاعر عبد الغني بن عمر بن عامر العمري السفياني، هنا في هذا المكان وعلى مائدة الوفاء يكون الوفاء بحضوركم، وتقف الكلمات عزاً وشرفاً لتحمل لكم أجمل الكلام وأجزل الشعر وأصدق المعاني وأعذب الترحيب في هذه الليلة. أيها الحفل الكريم، نرسم لوحة طائفية يزينها تشريفكم، ونشعل شموع الفرح فرحاً بمقدمكم. ولقد تزاحمت في مخيلتي العبارات وتسابقت إلى الترحيب بكم الكلمات، فاحترت أيها أختار وبأيها أبدأ، ولكن نجزل الكلام ضيوفنا ونقول أهلا لكم في الدار منزلا ولكم في القلب مجلسا، فأهلا وسهلا ومرحبا أيها الضيوف. خير بداية لكل بداية آيات من القرآن الحكيم يتلوها الشيخ حمدان بن عامر العمري السفياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، يسرنا جميعا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة الطيبة أن نكرر الترحيب بالجميع وبجميع القبائل، سواء الضيوف الذين أتونا من خارج بني سفيان، ونرحب أيضاً بأبناء العمومة قبائل بني سفيان جميعاً، ونشكر لهم هذه الوقفة وهذا البذل، وليس بغريب عليكم جميعاً، فأنتم أيها الحضور رسمتم للخير طريقاً وللطيب بنيتم حصناً، وليست هذه هي الأولى، بل هي وقفات لهذه الوجوه الطيبة في أكثر من مناسبة. نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذه الليلة في هذه المدينة في وطن واحد تحت قيادة ولاة أمرنا حفظهم الله جميعاً، نسعد ونفرح ونجتمع ونأنس بكم جميعاً. هذه القبيلة التي أتيتم لها، قبيلة بني عمر من بني سفيان، لسان حالها يقول الشكر لا يكفي، فأنتم أهل الوفاء وأنتم أهل العطاء، وبيض الله وجوهكم جميعاً. يشاركني أيها الإخوة في هذه
الليلة تقديم هذا الحفل أخي الدكتور مرزوق بن بطيح السفياني رئيس اللجنة الإعلامية في مركز حي العوالي، وكما أنا سعيد بوجوده وحضوره كما أنا سعيد بحضوركم أنتم. الآن أيها الإخوة أنتم على موعد مع كلمة للمحتفى به الشاعر عبد الغني بن عمر العمري السفياني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هلّيت بالضيفان والربع هلّوا، ثقيف ربعاً دائماً تكرم الضيف، من فضل ربي بالمكارم تعلّوا حتى ديارهم في علو المشاريف، يوم الحروب الطاحنة ما تولّوا، جابوا الغنائم يوم جونا مناكيف، وأنا تحلى يوم ربعي تحلّوا، بإذن الله أعوذ لكم رافع السيف. أتقدم نيابة عن مشايخ وأعيان قبيلة بني عمر بني سفيان من ثقيف بالترحيب بكل من حضر. اسم لقبيلة عريقة ضربت بجذورها في عمق التاريخ وجسد أبطالها صور البطولة قبل الإسلام وبعده، هم كما قال عنهم أبو طالب عم رسولنا صلى الله عليه وسلم: منعنا أرضنا من كل حي كما امتنعت بطائفها ثقيف، أتاهم معشر كي يسلبوهم فحالت دون ذلكم السيوف. ضيوفنا الكرام، وكما تعلمون ما للشعر من أهمية، فكانت العرب تدق الطبول إذا نبغ فيها شاعر وتتباهى به عند القبائل الأخرى، بل أنه كان أعظم درجة من الخطيب المفوه ويكاد يكون أعظم من رئيسها وفارسها، فهو المدافع والمنافح عنها والمسجل لأمجادها والرافع من شأنها والمهول لأعدائها. وفي عصرنا الراهن ومع الثورة الإعلامية الكبيرة والمتسارعة، كان لا بد من مواكبة هذا التطور الذي أصبح من يتركه في عزلة عن المجتمع، خصوصاً مع وجود القنوات الفضائية والمسابقات الشعرية التي مهما كان لها من سلبيات إلا أنها رفعت من شأن الشعر والشعراء وخلدت أسماءهم وأسماء قبائلهم في ذاكرة الملايين من الناس لسنوات طويلة. ولا يخفى عليكم أن قناة الساحة الفضائية ومن خلال برنامج شعر المعنى والذي يعد أشهر مسابقة شعرية في وقتنا الراهن تقدم وتقيم فيها آلاف الشعراء لساحة الشعر على مراحل متعددة، يتم من خلالها فرز الأفضل تقييماً من لجنتها حتى الوصول لأفضل 48 شاعر، وهم النخبة الموفقة في الظهور والحصول على شرف رعاية أمير منطقة القصيم الأمير فيصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز حفظه الله، هو الراعي الرسمي للمسابقة. وقد كنت من ضمن هذه المجموعة بعد تجاوزت مرحلتين مهمتين حصلت فيهما على العلامة المؤهلة، ولله الحمد والمنة، وقدمت ما يليق بي كشاعر وبقبيلة العريقة التي تعد مصدراً من أهم مصادر الشعر على مر العصور. أما اليوم فهذه قبيلتي تحتفي بي وتكرمني بكل الوسائل لما لديهم من قناعة تامة بأن خلف كل نجاح دعم ومساندة، وأن كل فرد من أفرادها ملزومين بالوقوف خلفه ما دام ممثلاً جيداً لها. وفي الختام أشكر قبيلة بني عمر خاصة وكافة قبائل بني سفيان وقبائل ثقيف ومشايخهم وأعيانهم وأبنائهم فرداً فرداً لما وجدته من مساندة وتحفيز، وأشكر من تحمل عناء السفر من أبناء ثقيف أو من بقية القبائل المجاورة، ولا أنسى الكوكبة الإعلامية التي أتت لنقل الحفل في وسائل الإعلام، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لنا أمننا وأماننا في هذا البلد المبارك تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده، الذين لا يؤلون جهداً في التقديم لما يخدم الوطن والمواطن في كل المجالات بما فيها الشعر. فأهلاً وسهلاً بكم مراراً وتكراراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ضيوفنا الكرام، حفلنا الكريم، مرحباً بكم ترحيب المطر، مرحباً بضيوف بني سفيان من كل القبائل. و يطيب لي أتوجه بالشكر لمن دعاني لأن أكون أو لأرد الجميل لأخوالي بني عمر
ويشرفني حقيقة أن أقف هذا الموقف نيابة عن آل حسن، وأن أقدم دعمي للشاعر عبد الغني السفياني كما هو ديدن أبناء ثقيف. أيها الأحبة، أتوجه بالشكر أيضا للأستاذ الشاعر إبراهيم السفياني الذي شرفني بأن أقف معه وقدمني على ذاته كثيرا. وهنا ما نقفه الآن ودليل على أننا ندعمه وأننا نقف معه معنويا وماديا. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يوفقه بإذن الله تعالى في هذه المسابقة التي نتمنى أن يحصل من خلالها على سيف المعنى. أيها الأحبة، للشعر موقف، وهذا المساء يتسابق نجوم الشعر لمشاركة شاعرهم الشاعر عبد الغني السفياني. والحقيقة هذه الورقة مليئة بالشعراء، وهناك الكثير من لم يسعنا الوقت لأن نقدمهم. نبدأ أيها الأحبة أولا بالشاعر الكبير، شاعر المحاورة، صاحب الصوت الجميل، شاعر ثقيف، والشاعر المبدع في فن المحاورة، ذو 30 عاما، نازل العديد من الشعراء، شاعر بني عمر الشاعر مستور بن حسن السفياني، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، والله يحييكم جميع في هذا المناسبة الطيبة في دعم الشاعر شاعر المعنى عبد الغني السفياني. عندي قصيدة متواضعة في هذا الحفل غير شعراء مبدعين. يشوش راسي واسرج الخيل العسيف، وقفت شجاعي يقولها ويطولها، وابدع من بيوت الشعر للراس كيف قم غني يا بيرق ثقيف وقولها. ما للمواقف يا ثقيف إلا ثقيف، ترى النشا ما تنذكر بفعولها. يا فزعة المضيوم يا نور الكفيف، يا نجدة اللي جالها مرسولها. ثقيف إذا جات الحمية جات كيف، تهتز منها عرض الأرض وطولها. في صفحة التاريخ لازالت تضيف أمجاد والأمجاد فعل زحولها. ثقيف مثل الشامخ العالي المنيف، ما حسبت كبر العلوم وهولها. وإن جاء نهار الحرب ما فيهم ضعيف، وإن جاء نهار السلم تحكم قولها. عبد الغني سيف ومقام حد سيف، سيفا يذب الروس إذا جاء حولها. ينخاها للوقفات مروين الرهيب، اللي ليه جات اللوازم جولها. يقول أنا مقبل علي علما كليف، دون عرب بسيوفها وخيولها. تكفون في الميقاف يا لاب الثقيف، ترى النشاء ما تنذكر بفعولها. والسلام عليك. أيها الحفل الكريم، نرحب بالشاعر الضيف حمود بن عبد الله السبيعي، والذي تعنى لهذا الحفل ليشاركنا دعم شاعرنا، فأهلا وسهلا بالشاعر حمود، يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع، بيض الله وجيهكم يا قبيلة سفيان على هالمقام ولا يستغرب عليكم. الحقيقة المشاركة ما سويتها إلا قبل المغرب، ولا تعنيت من وادي سبيع إلا تقدير لأخوي عبد الغني بن عمر السفياني، والله يوفزه. المشاركة يقول: لأجل الخوي نرخص الأموال، لأجل الخوي نرخص الأموال، طبع لنا ماضى الأزماني، نعين ونعاونه بالحال، وش عاد لا صار سفياني، اللي يرفع صوبي الجوال
أتيه لو إنه ورع ماني المرجلة طبعة الرجال كسبت هاياك حلاني عبد الغني يا رفيع الشام من ديرتي جيت لك عاني أغليك يا المحزم المليان ولا أعتبرك إلا حد أخواني شيخ وتحسن من حد الشيخان وافي ولا منك نقصاني من روسكم من طوال أيمان سفيان يا مزبن الجاني لاصطكة الخيل في الميدان سفيان للحرب شجعاني تضرب بكم دايما الأمثال يلي على الخيل فرساني قلته وأنا ربعي السبعان غلبة على الاسم سبعاني ما عليكم زوج قلته وأنا ربعي السبعان غلبة على الاسم سبعاني تاريخنا يرهب العدوان وسبيع للمجد عنواني طولت هول بيوت اسمام والجزل من منطق لساني والعذر يمعزب الضيفان اللي حصل فيه نقصاني في مدح عبد الغني شفقان طيبه على المدح يحداني واختامها بالفم المليان لاحتاج في الضيق يلقاني سلامتكم جميعا. صح لسانك. شاعرنا أيها الأحبة 36 عاما عرف 36 عاما عرف هذا الشاعر بإلقائه الحماسي شاعر مخضرم يجوز لنا أن نطلق عليه شاعر الجيلين الشاعر عبد الله بن معيد المنصور السفياني فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. حضرت لزميلي وأخي الشاعر عبد الغني مشارك ومبارك وداعم بمبلغ مالي خاص مني أنا غير اللي دفعوه ربعي وقصيدة تجملها إن كانت قليل كثير يستاهل وإن كان قليل تجملها المعرفة وجهها الرجال الغانمة. تفضل يا عبد الغني سم طال عمرك عذرنا على القصور بيض الله وجهك ما أجي منك نتمنى القصور. لك التوفيق. ألا يالله في نون بدايات سحب وبروق يعل الأرض لين الأرض تصبح منه رويانة وتخضر الديار ويمرحون أهل الغنم والنوق علىهم شحة الأمطار والأحوال تعبانة يحسبون المطر من دون غيم وغيمهم مصفوق ما غير السماء بالنجم مليانة ألا يالله في نون بدايات سحب وبروق يعل الأرض لين الأرض تسبح منه رويانة وتخضر الديار ويمرحون أهل الغنم والنوق علىهم شحة الأمطار والأحوال تعبانة يحسبون المطر من دون غيم وغيم هم مصفوق صفقها الريح ما غير السماء بالنجم مليانة وأنا ما صدر إلا كلمة من مصدر موثوق ومن لا مصدره موثوق محدا جاب عنوانه ما دام اني غناوي والذهب موجود في الصندوق ابصرف منه وازكيه وادينه وادانه ولا مني بنيت البيت نقعته وسقته سوق كما سوق الحصان اللي لقى من يرخي عنانه ما دام اني غناوي والذهب موجود في الصندوق أبصرف منه وأزكيه وأدينه وأدانه ولا مني بنيت البيت نقعته وسقته سوق كما سوق الحصان اللي ألقى من يرخي عنانه وأنا مسرق حقوق الناس لو أصير أنا المسروق وأنا مسرق حقوق الناس لو أصير أنا المسروق ولو حصلت بنك الراجحي مفتوح بيبانه
حقوق الناس محفوظة وسارقها عليه حقوق، وش اللي يبلش الرجال بأفكاره وذرعانه؟ وأنا بادي على قمة جبل من فوق، والله فوق ولا فوقي يكون الله عزيز الشان سبحانه. أنا بادي على قمة جبل من فوق، والله فوق ولا فوقي يكون الله عظيم الشان سبحانه. وبسلم على اللي ما يحبون الردى والبوق، ولا سلم على راس نثرت الكحل في عيانه، وبسلم على اللي ما يعرفون يحبون الردى والبوق، ولا سلم على راس نثرت الكحل في عيانه. دعاني شاعرا مثلي نزيه طيب المنطوق، على وضح النقا ما يظهر الزله من لسانه. دعاني شاعرا مثلي نزيه طيب المنطوق، على وضح النقا ما يظهر الزله من لسانه. من الاحرار والاحرار ما فيهم ردي مخلوق، ولا فيهم بخيلا دون ضيفه صك ديوانه. ولا منا تواجهنا بدينا وابتدى الطاروق، وحركنا صفوف الملعب ببيوت مليانه. الا منا تقابلت واجهنا بدانا وابتدى الطاروق، وحركنا صفوف الملعب ببيوت مليانه. وانا من يوم قابلت عرفت العاشق المعشوق، لقيت الشعر بافكاره وفي دمه وشريانه. هذا عبد الغني تاجر ذهب يا باسطين السوق، نصيحة علم راعي النحاس يصك دكانه. هذا عبد الغني تاجر ذهب يا باسطين السوق، نصيحة علم راعي النحاس يصك دكانه. ألا يا بن جميل أوقف كما وقفت ولد مرزوق، ورجالا يمثلنا نبى نوقف علشانه. ترى الموضوع ما هو بالشعر، لو بالشعر ملحوق، ليا منك حرقت العود الأزرق فاح دخانه. وسلامتكم. يطيب لنا أيها الحفل الكريم في هذا المساء، مساء الشعر ومساء الوفاء، أن نرحب بالشاعر مهدي اليامي الذي حضر مشاركاً مباركاً مهنئاً، فحياه الله وبياه. السلام عليكم، أسعد الله مساكم جميع. الحقيقة يقول كل عنده تعبير وكل في خاطره له كلام يقوله، لكن بعد ما سمعنا قصيد الشاعر بيض الله وجهه وجيهكم جميع، والله ان الرجل انه يخجل يزيد يقول بعده شيء. ولكن هذه مشاعر بسيطه تعبر عن بعض ما يكون. يقول يا الله يا منشي مخاييل الامزال، بمرك تيسر وانسترك تديمه، يا ربنا الواحد رحيم ورحمن، يا كاف الأرزاق اليتيم ويتيمة، سقنا الركايب من على حد نجران، والمقصد رجال النباهة كريمة، الليلة في صفحة المجد عنوان، أهل الوفاء وأهل النوايا السليمة، لاقيل منهم قل ذول أهل الشان، آلات سفيان يا مال الغنيمة، مهما ذكرنا من قصيد وقيفان ما ناصل القدر الرجال العظيمة. عبد الغني فوق الشفا بيرق كبان، ما همه البارق ولا رعد غيمة، هذا وانا منه سليام بن همدان، عليكم زود أفعالنا في صف الأعداء وخيمة، ما قلتها كبر ولا قلت بهتان، تشهد لنا كل الوقوع القديمة، أقولها عني وعن كل الأخوان، اللي مشى من كل درب وخريمة، شهري وبالحارث وصبيان شهران،
واللي على الموقف قوية العزيمة. يالله يا منشي مخاييل الأمزان، بأمرك تيسر ونسترك الديمة، وسلامتكم جميع. بيض الله وجهك، استاهل. أيها الأحبة، بداية يطيب لي أن أهنئ قبيلة ثقيف كافة وقبيلة بني سفيان على وجه الخصوص، وعلى وجه أخص قبيلة آل حجة بمناسبة سلامة الشيخ عبد الله بن مرزوق بن جملة السفياني الذي تعرض لحادث يوم أمس وقد تكللت عمليته بالنجاح، فنسأل الله عز وجل أن يمده بالعمر المديد وأن يكتب له الأجر والعافية فيما أصاب. أنتم أيها الإخوة على موعد مع شاعر ضيف من أبناء العمومة، الشاعر فهد بن مشاهيب النمري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ومرحبا، ردية تقفل وتفتح باب، يبديها النمور بصدق قول وفعل معتادي، تقفل باب جهد النفس والريبه على المرتاب، وتفتح باب عز النفس للمقبل وللغادي. سمعنا صوت ياسر يعتزي في قمة المرقاب، ويدعم في ولد عمه بدعم ما هو بعادي، هنا السيف الثقيف لا مع السلة يقص رقاب، هنا عبد الغني سيف ما هو من صنع حدادي، ثقيفي بن ثقيفي لصل لو تتفرع الأنساب، وهذا الفرع من ذاك لصل بأخوال وأجدادي، يمثل أصله وفرعه ونحماله بدون حساب، ألا لب الحمية والحمية غاية مرادي، يقولون النمور وقالهم صايب على المنصاب، يقول الشيخ والشاعر يقوله جمع وافرادي، نعزز ربعنا ونعزهم ونقدم الأسباب، نعز الجار والأحلاف ما يحدى بنا حادي، وهبنا الله ميراث الجدود، وهبنا الله ميراث الجدود ونحمد الوهاب، ومجد من ثقيف الجد بأول صف رمجادي، وهبنا الله ميراث الجدود ونحمد الوهاب، ومجد من ثقيف الجد بأول صف رمجادي، ولو عاتب بني سفيان من برا خصم عتاب، نعاتب خصمهم بالسيف نخمد شر إخمادي، لنا حق وعلينا حق والله يلعن الكذاب، مثل وادي مسره وانشدوا عن ذلك الوادي، معاني يا عيال العم يفهمها أولي الألباب، ولا يعدي بصف خصومنا من ربعنا عادي، وهذه الوقفة اللي مالنا عن مثلها مجناب، يقف فيها النمور بصدق قول وفعل معتادي، وسلامة المسلمين. نكرر الترحيب بالجميع ونشكر جميع شعراء المشاركين. أيها الحفل الكريم وأيها الحضور، أنتم على موعد مع شاعر لا تكفيه عبارات الثناء وشعارات الشكر، فهو شاعر عصامي سطر بشعره ملاحماً ورسم بإبداعه فناً، أستاذ الشعراء وأسطورة الشعر، له رونقاً خاصاً وبصمة مؤثرة، عاش جيلاً من الزمن وهو يصارع الشعراء ويثبت نفسه حتى أصبح علماً من أعلام الشعر، ليس كغيره من الشعراء، وإن أنصفته قلت إنه يغرد خارج السر بشعره وإبداعه وذوقه الخاص، إنه الشاعر زايد بن حسن السفياني، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أهني الشاعر عبد الغني على هذا الحفل وهذا التعاون من الكل، وأتمنى له التوفيق، وأشكر أخي وزميلي الدكتور إبراهيم على هذه الإشادة. قبل القصيدة بعد إذنك يا أستاذ إبراهيم. قبيلة العائش من بني سفيان لشيخها الشيخ فهد بن حمود السفياني كلمة بهذه المناسبة، وكذلك عانية ودعم مادي، فليتفضل الشيخ فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أولاً نحمد الله ونشكره على سلامة الشيخ عبد الله بن مرزوق بن جملة، ونسأل الله له الشفاء العاجل. وباسم قبيلة آل عائش من بني سفيان من ثقيف، جينا ملبين لدعوة شيوخ بني عمر ودعوة الشاعر عبد الغني بن عمر السفياني في حفل دعمه للمشاركة في مسابقة شاعر المعنى، ونتشرف بالحضور مع ابناء عمومتنا مقدمين مبلغ مالي رمزي وقدره 20,000 ريال كمساهمة من قبيلة آل عائش، كما نسأل الله تعالى التوفيق والنجاح له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. مرحبا باسمي وانا واحد من رجال الوفا والطيب، مرحبا باسمي وانا واحد من رجال الوفا والطيب، من بني سفيان قوما يفتخر بافعالها واسمها، ما نفرق في قبائلها ولا نجهل حدودها. مرحبا باسمي وانا واحد من رجال الوفا والطيب، من بني سفيان قوما يفتخر بافعالها واسمها، ما نفرق في قبائلها ولا نجهل حدودها. اسمنا وافعالنا تبقى شعار الامن والفزعات، من شهامتنا ومن قوة وفانا للوطن والدولة، كل سفياني يكفي عن سرية من شجاعته، كل سفياني يكفي عن سرية من شجاعته. صفنا واحد ولا فينا حقود ولا بنا ذليل، آل حجة وآل ساعد كلهم والحرجلي والعيشي، أربع أقسام نسميها وخامسها بني عمر، أربع أقسام نسميها وخامسها بني عمر. القبيلة واحدة والاسم واحد والنسب ثقيف، من طويرق والنمور يا بني سالم وروس ثمالة، والحميدي والصخيري والنشامع عوف ربعنا. القبيلة واحدة والاسم واحد والنسب ثقيف،
من طويرق والنمور اليابني سالم وروس ثماله والحميدي والصخيري والنشامع وفربعنا وثقيف على الجنوب اللي نزل بتهم والسرى شيدوا فيها الحصون أكبر دلالة للفعل والماضي وارهبوا حتى النمور ما تحرز في جبالها وارهبوا حتى النمور ما تحرز في جبالها من منازلنا ومن تاريخنا الماضي وما حضر من منازلنا ومن تاريخنا الماضي وما حضر مجدنا خالد بها الدنيا وسورا للحرم والطايف وانشد التاريخ قبل الناس يا جاهل ويا نما انشد التاريخ قبل الناس يا جاهل ويا نما والكلام اللي نقوله صدق لا كذب ولا نفاق الكلام اللي نقوله صدق لا كذب ولا نفاق يوم جاف الناس مرتد ومتطرف وجام تنبي ما طلع فينا كليل ولا ذليل ولا مسيلمة ما طلع فينا كليل ولا ذليل ولا مسيلمة يا ملكنا لا يهمونك على التفكير التكفير والضلال والله لا داعش تهددنا ولا الشيعة ولا الحوثية ادعنا وابشر بنا تفداك يا الغالي رقابنا ادعنا وابشر بنا تفداك يا الغالي رقابنا السلام عليكم. أيها الأحبة، وما زال النجوم الشعر يتواصلون معنا في تقديم إبداعاتهم. الشاعر الشاب شاعر ماجد الطويرقي فليتفضل معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت مهنئ ومشارك في حفل أخوي الشاعر عبد الغني السفياني ومعي مبلغ مالي يتفضل لاستلامه. يا لا 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 يا سلام الله عليكم كلكم يا من حضر عند ربعي فالمواقف كأنها السيف الشطير ويا بنات الفكر حان الوعد ما فيها عذر المواقف كايدة والليلة الماقف كبير الله الله يا ثقيف اليوم في نص الشهر لجل أبو فارس حضرنا يصدح الطير ويطير شاعر ينحت بيوته شعر نحت من صخر تبطي الأخصام قدامه تلف وتستدير شد حيلك يا أبو فارس لا يهمك واعتبر إنك الأول من الليلة يصير اللي يصير يا ثقيف المجد هيا يا مقابيس الخطر كل بونا صف واحد عند تحديد المصير من تعزوى في ثقيف العز والله ما خسر انشد التاريخ عنا شوف يا حي الضمير الرجولة والشجاعة
كيف فيكم مفتخر وانتم دهاة العرب فالوقت الأول والأخير. الرجولة والشجاعة كيف فيكم مفتخر وانتم دهاة العرب فالوقت الأول والأخير. وإن شتى الشعر قال الشعر هذا ولا بحر يا بني سفيان درع الجنب فالوقت العسير. كاسبينا الأول أهمع بدو ولا مع حضر يشهد التاريخ عنا وأيضا اليوم الكبير. من يعاندنا ورب البيت غصب ينقهر قلتها والله على ما قول يا العالم خبير. والله الله يا ثقيف اليوم في نصف الشهر لجل ابو فارس حضرنا يصلح الطير ويطير. سلامتكم وعذرون على القصور. شاعرنا شاعر ولد من رحم الإبداع، أقل ما يقال عنه مستقبل الشعر لآل حسن الشاعر عبد الله بن ساحل السفياني، فليتفضل مشكور. سلام يا صرحا على الطين مبناه، صرحا عظيم ومعتلي كل راية، في قدر ربعي قدر الله وجينا واسمع صدى ترحيبهم في لقاية. مساكم الله بالخير جميعا. أولا أهني أخي وصديقي الشاعر عبد الغني العمري بترشيحه في برنامج شاعر المعنى. سلام يا قوم لها الطيب عنوان، سلام يا قوم لها الطيب عنوان، بني عمر قوم الكرم والحمية، أهل التحية والوفاء مر الأزمان وإيمانهم بين القبائل الندية. عزوة بني سفيان في كل ميدان والجود فيهم بإذن ربي سجية، راية ثقيف مرجحت كل ميزان في عصر الحاضر وفي الجاهلية. راية ثقيف مرجحت كل ميزان في عصرنا الحاضر وفي الجاهلية. أهل الفعايل لا رقص كل شيطان قوم تخلي الأرض نار لضية. أهل الفعايل لا رقص كل شيطان قوم تخلي الأرض نار لضية. عدوهم لسكت الحرب حيران يصبح ويمسي ما في جاله رعية، ما معه غير الدمع من سود الأعيان من فعل ربعي تقتشيها المنية. عدوهم لسكت الحرب حيران يصبح ويمسي ما في جاله رعية، ما معه غير الدمع من سود الأعيان من فعل ربعي تقتشيها المنية. بني عمر دالة ومنصى ومزبان، بني عمر حصن الركون أهذرية، وانا من اهل العرف قوم لها شان ربعي لهم جوله وصاله قويه. وانا من اهل العرف قوم لهم شان ربعي لهم جوله وصاله قويه. آلي حسن ربعي على الخصم عدوان والله جعلنا للمعادي بليه. آلي حسن ربعي على الخصم عدوان والله جعلنا للمعادي بليه. ما عليكم زود. اليا وقفنا ضربة السيف شامان، واليا بطشنا نجعل النار حية. من آل ساعد ساس، من آل ساعد حصن مبني بسيسان، واصغر ولد فينا يواجه سرية. من آل ساعد حصن مبني بسيسان، واصغر ولد فينا يواجه سرية. جينا في حفل الليل هالعرف بيبان عند الخوية اللي يقدر خوية، في حفل أبو فارس له الشعر برهان يستاهل التكريم منا هدية. في حفل أبو فارس له الشعر برهان يستاهل التكريم منا هدية. شرف بني سفيان في كل ميدان والمدح في غير نفاق وخطية. شرف بني سفيان في كل ميدان والمدح في شرواه ما هو خطية. تستاهل التكريم يا الصقر شيهان يا شاعر انت انقل بيوت النقية.
تسلم. تستاهل التكريم يا الصقر شيهان، يا شاعر تنقل بيوت النقية والعرف له بيبان من دون بيبان، فيها مغاليق القفول القوية ما فكها إلا فكر راقي وفنان خلى الهجيني تعشق السامرية، ما فكها إلا فكر راقي وفنان خلى الهجيني تعشق السامرية، شروى أبو فارس والأدب قوت الإنسان، وقولها صادق بلا عنصرية، بني عمر منصى ودولة ومزبان، بني عمر حصنا ركونه ذرية وسلامتكم. شاعرنا بل شاعري شاعر عذب الذات والقوافي، شاعر امتاز برقيه رغم أنه عميد للشعر، ولكن لانتمائه تعجز الكلمات عن أن أعبر عن هذا الشاعر، خصوصا الشاعر الشاب والمبدع الشاعر ياسر بن عبد الله المنصوري. مساكم الله بالخير جميعا. أشكر أخوي الإعلامي مرزوق بن بطيح الحسني السفياني على هذه المقدمة وهذا الإطراء الذي لم أكن لأستحقه لولا دعمكم ووقفتكم. صلوا على النبي. أقبلي يا مهجة الشعر في صدري كلام، أقبلي يا مهجة الشعر في صدري كلام، كل ما حاولت أجنب يجي من مصدره، شاعر وشعري بري من خفافيش الظلام، قوم تطعن في قفاي وتحب الشوشرة، موقعي صدر المجالس ويا نعم المقام، ولا هم صدر المجلات كذب وثرثرة، لو ماني مرتفع فوق عن سقط الأنام ما مداهم يحذفون الغصون المثمرة، نصب عيني نظرتي للأمام وللأمام، كني اللي قايل العفو عند المقدرة، الله أكبر والله أكبر ولله الدوام، أحمده واشكره والوذ به واستغفره في محل يجمع شيوخ وأخوان وعماء وعمام، الحلال منورة والوجيه منورة، الله أكبر الله أكبر والله أكبر ولله الدوام، أحمده واشكره والوذ به واستغفره في محل يجمع شيوخ وأخوان وعمام، الحلال منورة والوجيه منورة. يا بني عمر يا بني عمر عليكم من المولى سلام، عد ما فيكم عوارف وقوة مقدرة، يا بني عمر عليكم من المولى سلام، عد ما فيكم عوارف وقوة مقدرة، بن جميل وبن محمد وجابر والرحام الشيوخ اللي سواهم فلا جابت مرة، بن جميل وبن محمد وجابر والرحام الشيوخ اللي سواهم فلا جابت مره، لاجل ابو فارس وربعه ولا فيها ملام، قمت ارحب في ضيوفه بعز ومفخره، مرحبا في حفل شاعر سرق قلبي وهام من غلاته، كل ما قلت شطر اتذكره، شاعر المعنى ومع المعاني ما تضام، يوم غيره لا تكلم بشعره يخسره، لاجل ابو فارس وربعه ولا فيها ملام، قمت ارحب في ضيوفه بعز ومفخره، مرحبا في حفل شاعر سرق قلبي وهام من غلاته، كل ما قلت شطر اتذكره، شاعر المعنى ومع هالمعاني ما تضام، يوم غيره لا تكلم بشعره يخسره، فزعته لا من فزع تربى في عزه عوام تذخره، وي والله إن المواقف تذخره، أبو فارس فارس الشعر والشعار قام وقفوا له بالحمية وشدوا مئزره، أبو فارس فارس الشعر والشعار قام وقفوا له بالحمية
وشدوا مئزره، انت مثل القايد الشامخ الشهم، الحسام والقبايل جاتك جيوشها مستنثره يا ثقيف، الله عليكم ليشتد الزحام، مثل نو دن رعده بمزنه وامطره انبذوا كل الخلافات جانب والهمام، وادعموا عبد الغني والامور ميسره، قالها المنصور يلي لابن عمه حزام ماخذه من فعل جده وابوه منبره. وجهكم بيض يا ثقيف الله عليكم ليشتد الزحام، مثل نو دن رعده بمزنه وامطره انبذوا كل الخلافات جانب والهمام، وادعموا عبد الغني والامور ميسره، قالها المنصور يلي لابن عمه حزام ماخذه من صلب جده وابوه ومنبره. يا بني عمر عليكم من المولى سلام، عد ما فيكم عوارف وقوه مقدره، بن جميل وبن محمد وجابر والرحام الشيوخ اللي سواهم فلا جابت مره، سلامتكم والله يشرف قدركم ويرحم والديكم جميعا. من ثقيف ترعى ثاني شعراء مسابقة الفرسان أو مسابقة شعراء الفرسان الشاعر يوسف الثقفي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، نرحب بالجميع ونهنئ شاعرنا عبد الغني على ما وصل إليه. يا لا 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 يا لا 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 مرحبا يا من حضر في محلات الكرام الرياجيل العظام من قرى ترعى لينبع ودعوانا ثقيف هيبة المجد النظيف ما خذينا مجدنا بالصدف ولا الظروف بالخيول وبالسيوف ما خذينا مجدنا بالصدف ولا الظروف بالخيول وبالسيوف يشهد الله والعرب والمعارك والزمن في الشمال وفي اليمن وبني سفيان منا لهم قدرا وشان في الزمان وفي المكان وبني سفيان منا لهم قدرا وشان في الزمان وفي المكان من صواكتهم بنوا دورهم راس الشفا يشربون الماء صفا يشربونه من مزونان ومن غر السحاب عطرهم زخ الضباب وانت من قومنا على المدح يا عبد الغني ما خلق فيهم دني شعر شرفتنا فهل شعر شرفتنا فهل محافل والقصيد يشهد الشاعر رشيد شعر شرفتنا فالمحافل والقصيد يشهد الشاعر رشيد كان حققت المراتب فلاه بالغريب زدت فوق الطيب طيب ربعك الثقفان في كل موقف يقدرون وانت رجال انتمون وانت عذر ما تريده عساها بالفدا جهد ما روح سدا وثقيف اهل الشعر والفصاحه والبلاغه يدري العقل ويدري بن اللي ما دري سلامتكم. ما زال شعراؤنا المبدعون يتواصلون في هذه الليله ومع شاعر شاب من قبيله آل حسن الشاعر متعب بن عودة السفياني فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أولا أبارك لأخي عبد الغني السفياني وصوله إلى مرحلة 48 وأتمنى له التوفيق إن شاء الله. المشاركة أقول يثور بركان الشعر ويجول في عالي سماه
يوم امدح الطيب اللي يساوي لها بلاد. يا راعي الطيب والطيب من يلحق جزاه، يا النادر اللي شلع من وكر في وقت الهداد. يثور بركان الشعر ويجول في عالي سماه، يوم امدح الطيب اللي يساوي لها بلاد. يا راعي الطيب والطيب من يلحق جزاه، يا النادر اللي شلع من وكر في وقت الهداد. عبد الغني عبد الغني والشهم ما يخفى نباه، عبد الغني عبد الغني والشهم ما يخفى نباه. عبد الغني عبد الغني في الطيب ولا في العناد، ناديتنا يا الذيب والذيب ما يرجع وراه، ناديتنا يا ذيب والذيب ما يرجع وراه. اقدح وخلفك قوم قداحة زناد، وابشر بفزعة ذيب لو تسمع عواه. يشوش راسك بالطناخة وهقوات بعاد، حنا العبد الغني سيف، حنا العبد الغني سيف وفي الماقف عصاه. واحنا العبد الغني درع في وقت الشداد. تكفون يا ربعي مواقفنا بحاجة دهاه، تقدر تحقق فرحة المطنوخ تقدر تحقق فرحة المطنوخ وتجيب المراد. أنتم ثقيف العز وأنتم مطوعة العصاه، يلي كتب عنكم التاريخ من وقت الجهاد. وانتم بني سفيان قوة وفرسان ورماه، وانتم هل الخيل والليل والسيوف انحداد. الصف واحد واتحاد الصف مطلوب وعساه، الصف واحد واتحاد الصف مطلوب وعساه. واللي بغت تفرقه ماله رجال ولا عتاد، الوقفة الصاملة والله ترفع كل جاه. واللي بلا عزوة يموت في سن المهاد، واليوم بان العلم والوقت قدارت رحاه. والماقف الغصاب يجبرك من بد العباد، والخاتمة يا ذيب يا ذيب، والخاتمة يا ذيب والذيب ما يرجع وراه. اقدح وخلفك قوم قداحة زناد. سلامتكم. الآن مع الشاعر محمد ساعد السفياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ترحيب ما ينقص ولله الكمال، يا مرحبا ترحيب ما ينقص ولله الكمال. ترحيب عن ربعي شقى الأعداء ومان الخائفة، الليلة الليلة لها توصيف ضرب من الخيال. تشبه تلاقي العيد ما بين القلوب الوالفة، من شان أبو فارس ركضنا بالجمال وبالخيول وبالجمال، ومن لا وقف في صف بن عمه عساه الحائفة. عبد الغني والله يجمل ماقفك يا ابن الحلال، يا شاعر المعنى وعرفك من سلالة عارفة. جيتك نيابة عن بني عمي من ديار الشمال، أبايعك بعد خويا ما يخلي ماقفه. جيتك نيابة عن بني عمي من ديار الشمال، أبايعك بعد خويا ما يخلي ماقفه. لو ما انت سيف أملح تجمل في المداحن والنزال، ما كان عننا الركائب للمصيف وطائفة. لو ما انت سيف أملح تجمل في المداحن والقتال، ما كان عننا الركائب للمصيف وطائفة. يا سيف أنا عدك حزامي واذخرك في كل جال، وإحنا حزامك في نحر خصمك سبب حسايفة. حنا معك بالدعم والتصويت وبخشم الريال،
حنا معك بالدعم والتصويت وبخشم الريال، فوزك يجمنا ومجدك بيننا بمناصفة. انت عليك تهندس القيفان وضد الرجال، واحنا رسائلنا على الشاشة تجي مترادفة. انت عليك تهندس القيفان وضد الرجال، واحنا رسائلنا على الشاشة تجي مترادفة. تدري وش اللي يطرب الخاطر وروعه في الجمال؟ عزوة ثقيفة المجد بكملها في صفك واقفة. جاتك ثقيفة المجد يا عبد الغني هجر سولال، كأنك عقيد القوم وصفوف الجيوش مراصفة. سل الحسام وجندر الفرسان يا ذيب العيال، وقبل كما سيلين يبين في الصفا محارفة. يا عزوتي يا عيال جدي يا عظيمين الفعال، عادت ثقيف المجد في الماقف تجي متكاتفة. ثقيف للضيفان والجيران عز وطيب فال، يشهد لها الماضي وللأعداء حريق وعاصفة. إن قلت للتاريخ علمني وقف هيبه وقال، يا كيف نذكر مجد تاريخي بعرض السالفة. لا بالله إلا يفحم الشاعر ويغشاه اختلال، يعجز لسانه بس بذكر لك عجالة خاطفة. يطري عليه من دهاة الحرب والأسم الثقال، بعض الدهاة اللي لهم تاريخ كلا شايفة. عروة عظيمة القريتين اللي ذكرها الله تعال، وأمية ابن الصلت شاعر كل حي عارفة، وغيلان والقاسم ويبقى شعرهم مضرب مثال، وأمية ابن الصلت شاعر كل حي عارفة. ولياطر الحجاج مال الراس يوم السيف مال، ما فيه طاغي في العراق إلا وراسه قاطفه. ومحمد ابن القاسم وموسى وعروة في القتال، دهاة حرب وصافهم مثل الجبال النايفة. ولا فيه فتح من الفتوح ولا فصاحة في المقال، إلا ذكر لي من ثقيف اسماء عظيمة كايفة. هذه عجالة وانت عبرك ضي ونوخت الرحال، إلا لأن المجد ما نقدر على وصايفه. يكفي رسول الله دعا دعوه لربه بابتهال، اهدي ثقيف ولا دعاه إلا لأمر شايفه. حجم القبيلة يعدل الكفة إذا المكيال مال، نصرة لدين الله وللكفار قوة ناصفة. بإسلامهم عز الله الإسلام وانزاح الضلال، ولا فيهم اللي ارتد يومنا العرب متخالفة. بالمختصر يعني ثقيف أهل، بالمختصر يعني ثقيف أهل التكاتف والوصال، كأن القبيلة مقسمة على الوصال وحالفة. واليوم ما قفنا سوا رغم أنها برد وظلال، أمن وأمان وسلم وأطراف العرب متحالفة. وإن كان تبغى ثبات بنا في الحمية ما نزال، ودمينا وحدة وضربتنا قوية قاصفة. تنشد وعيضة ولد سفيان في ماضي الليال، عن ماقف حتى لبيب العقل يعجز ياصفه. تنشد وعيضة ولد سفيان في ماضي الليال، عن ماقف حتى لبيب العقل يعجز ياصفه. شدوا المحازم يا بني عمي بعد جاكم مجال، جحافل الثقفان عادتها تجي متكاتفة. سلامتكم. أيها الأحبة، شاعرنا شاعر بدر محسن السفياني. مساكم الله بالخير. نبارك للشاعر عبد الغني السفياني وفاله إن شاء الله سيف المعنى. اليوم زان الحرف وأشعاري لنجم وسط ليل، اليوم زان الحرف وأشعاري لنجم وسط ليل. العز شجرة والكفوف العالية تجني جني، دق الطبول الشعر والساحة تبى فارس وخيل، خيالها عزمة في ميدان اللقاء ما ينثني. دق الطبول الشعر والساحة تبى فارس وخيل، خيالها عزمة في ميدان اللقاء ما ينثني. الفكر غمد السيف والمعنى كما السيف الصقيل، وسيف القبيلة ها هنا والسيف له عبد الغني. الفكر غمد السيف والمعنى كما السيف الصقيل، وسيف القبيلة ها هنا والسيف له عبد الغني. شاعر ولا حبكة وينسجها من الوزن الثقيل، والبيت ما ينهز دام الفكر يبنيها بني. شاعر ولا حبكة وينسجها من الوزن الثقيل،
والبيت ما ينهز دام الفكر يبنيها بني من روس قوم تعشق العليا وتهوى المستحيل ربعي ثقيف اللي لها راسي يشوش ويهتني من روس قوم تعشق العليا وتهوى المستحيل ربعي ثقيف اللي لها راسي يشوش ويهتني عاشت حياة العز ما تنجب ضعيف ولا ذليل ما يحمل التاريخ في طياتها شيئا دني الدعم يا عبد الغني بالروح لك شيئا قليل من قبل تدعينا ترى جايك ودعمي جابني لجلك حروف الشعر تسبقنا على المد الجزيل والمعتني من كل حد وصوب جالك معتني الفكر غمد السيف والمعنى كما السيف الصقيل سيف القبيلة ها هنا والسيف لعبد الغني وسلامتكم. شاعرنا القادم أيها الأحبة أحمد ساعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا ربعي هل الوقفات في الوقت الشديد من شاعر سطر بيوت الشعر وأحسن قولها أمس التلاعب بهجوس يجمع أبيات ويعيد يبغى يجملها بربعه لين وقف دونها ربعي ثقيف اللي عجز في وصفها بيت القصيد قادت معارك لا دعا بالحرب صوت طبولها أدها اثنين من العرب فالفكر والفعل المفيد وأهل الفتوحات العظيمة طاعه المعبودها ويكفي تمسكهم بدين الله بالحبل الجويد يوم بعض الناس مرتده على أعقابها تشهد لنا أرض المعارك كل بر وكل حيط سيف الحجاز اللي يزلزل عرضها معطولها ويوسف الحجاج منا قاطف الراس العنيد اللي يا ذكر فرض العراق اهتز كل ركونها ومنا العظيم اللي ذكره الله فالذكر المجيد ومنا أبا القاسم فأرض الهند قاد خيولها ومنا الملك الحر صال الروم بالجمر الوقيد ومنا أبو محجن بيوت الشعر ساغوزونها أهل البلاغة والحكم والشعر والراية السديد أمجادنا تذكر في سوق عكاظ ساطع نورها والليلة الليلة 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 نبى نصنع لنا مجد تليد عبد الغني عبد الغني يقولها ويطولها قوم احتزم يا عزوتي ما للحديد إلا الحديد من بعد ما الدعوة على الساحة صدر مرسولها ربعك معك أهل البنادق والذخيرة بالرصيد ربع لها تاريخها وفعولها ربع لها تاريخها وامجادها وفعولها واختامها الله يحقق ما نريد وما تريد أدعي بها وأعيدها وأدعي بها وأعيدها سلامتكم. أيها الأحبة هناك عدد من الهدايا مقدمة لفارس هذا المساء الشاعر عبد الغني السفياني. الهدية الأولى مقدمة من محمد بن عمر السفياني عبارة عن رشاش. عبد الله بن صالح السفياني هدية عبارة عن سيف. هدية مقدمة من قروب النصر وهي عبارة عن هدية رمزية. يقولون قروب النصر العالمي كلامهم. النصر النصر بس. عالمي عالمي عالمي. مساكم الله بالخير. عندي بيتين من الشعر هداء شاعرنا عبد الغني السفياني. عبد الغني فارس ثقيف وسيفها الصارم وفخر رجالها
صوت النصر سفيرنا في شاعر المعنى عسى الله ينصره. عريب جد همته فوق السحاب وبالمراجل طالها، أنا أشهد أن صدر اسمه في جبين المجد عز ومفخرة. وسلامتكم. هدية مقدمة من الأستاذ تركي السفياني. ساعد بركي يقدم هدية عبارة عن سيف. سالم حسن السفياني يقدم هدية عبارة عن بشت. هدية مقدمة من حسام أحمد، مقدمة من حسام أحمد وليد أحمد، عبارة عن شيك، كل شيك بقيمة 50,000 ريال. اللهم صل على سيدنا محمد. يشاركنا أخيرا، حضر إلى هذا المحفل الشاعر الكبير شيخ الشعراء وصاحب الفضل في إحياء موروث العديد من الموروثات الشعبية في منطقة الشفا الشاعر حامد بن هليل السفيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، جينا ومتأخرين ودعيت للمشاركة ولكن الظروف حدثني. الآن أنا جاي أعلن تهنئة وتباريك للجميع وخاصة لشاعرنا وفارس هذه الليلة. نهني الجميع من ثقيف من بني سفيان، وهني نفسي وشارك بمبلغ من المال دعم على حسب جهدي أنا وبني عمي. وكلمتين ارتجالية رجزة لعلها تافي بالغرض. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا. سلام يا اللي ذكركم متعلي يا ربعنا حماية المقافي، يلي دواما علمكم في الصافي جينا بوزعة واعذروا فالقلي. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا جينا بوزعة. سلام يلي ذكركم متعلي يا ربعنا يلي وفاكم وافي، يا العزوة اللي دائما في الصافي جينا بواجب واعذروا فالقلي. يا لا لا 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 يا لا لا. حنا عرب في العد ما نختلي، دايم نصارع في الزمان الجافي، ولا ندور للكلام الخافي، وإن جاتنا لحلها ينحلي. حنا عرب في العد ما نختلي، نصارع وقتنا دايم نصارع في الزمان الجافي، ولا ندور للكلام الخافي، وإن جاتنا لحلها تنحلي. سلامة الجميع، والحقيقة
أنا هذا الرجل كنت محتزي شيء كثير، ولكن المعذرة في الكلام وفي المد إن قل، وبيض الله وجهك لميصالك في هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق وربعك وثقيف وراء. ما للمواقف يا ثقيف إلا ثقيف، دام النشامة تنذكر بفعولها، يا فزعة المغيوم يا نور الكفيف، يا نجدة اللي جعلها مرسولا. يشوش راسي وسرج الخيل العسيف، وقد شجاع طوله وطوله، وابدع من بيوت الشعر للراس كيف، ثم غني يا برق ثقيف وقولها، ثم غني يا برق ثقيف وقولها. ما للمواقف يا ثقيف الا ثقيف، كما النشامة تنذكر بفعولها، يا فزعة المغيوم يا نور الكفيف، يا نجدة اللي جالها مرسولها، شجاع قولها وطولها، وابدع من بيوت الشعر للراس كيف، يوم غني يا برق ثقيف وقولها، يوم غني يا برق ثقيف وقولها. ما للمواقف يا ثقيف الا ثقيف، كما النشامة تنذكر بفعولها، يا فزعة المغيوم يا نور الكفيف، يا نجدة اللي جعلها مرسولها، ترى النشامة تنذكر بفعولها.
ابو
منكم يكتسب روحه.